مشاهدينا، انتهى شهر رمضان المبارك وانتهت فترة الأعياد، انتهت فترة الزوار لمدينة بيت المقدس والداخل الفلسطيني من المناطق المحتلة منذ 48، ودخل العشرات الآلاف بل مئات الآلاف من أهلنا في المدن والمحافظات الأخرى إلى مدينة القدس وإلى المدن والمحافظات في منطقة 48، وهناك عدد كبير من الأقاويل حول الإيجابيات والسلبيات التي حصلت في تلك الفترة، وخاصة على المستوى الاقتصادي وانتعاش الاقتصاد المقدسي خاصة في تلك الفترة. للحديث عن هذا الموضوع وبشكل مفصل نستضيف رجل الأعمال والمستثمر المقدسي السيد مازن صنقرة. صباح الخير. صباح الخير إليك. والسيد حجاز الرشيق وهو عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. الله يخليك. أهلين أستاذ مازن. خلصت فترة الأعياد وخلص شهر رمضان المبارك وخلصت التصاريح لأهالينا في المحافظات والمدن الأخرى، ما هو تقييمك المباشر لإنعاش الاقتصاد؟ لأن هناك في مقولة تقول أنه فعلا كانت هي مرحلة انتعاش اقتصاد في السوق المقدسي، وهناك لا بالعكس كانوا يحكوا أنه كانت انتعاش الاقتصاد ذهب إلى الجانب الإسرائيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بلا شك هذا شيء أساسي ومهم. القدس في رمضان غير. نعم. القدس في رمضان هي تستقبل الأهل من كل مكان، وبالتحديد من الأهل في الضفة الغربية وأهلنا في مناطق 48 وبعض المسلمين الذين يأتوا من دول إسلامية مختلفة كالأردن وتركيا وماليزيا وجنوب أفريقيا وغيرها. أنا أتوقع هذه السنة الثانية على التوالي التي استضافت القدس كما تفضلت مئات من الألوف من الوافدين. نعم. للصلاة في المسجد الأقصى وفي ليلة القدر وفي صلاة التراويح وأيضا عيد الفطر وغيرها. إسرائيل منحت هؤلاء الناس عشرات الألوف من التصاريح. بلا شك ممكن يكون لسبب سياسي، ممكن يكون جزئيا لسبب إنساني، ممكن بسبب الضغط اللي موجود عند أهلنا في حبهم للأقصى وحبهم للقدوم والمشاركة في كل قضايا العبادات والتنفس من خلال هذه النافذة الدينية الاقتصادية الاجتماعية المهمة القدس والعودة لها بكرامة. نعم أتوقع بأنه الاقتصاد المقدسي بلا شك استفاد استفادة جيدة من هذا التوافد الكبير من الأهل في المناطق الفلسطينية المختلفة، وإن لم تكن كافية. هناك من أتى فعلا بنوايا صادقة، أراد أن يمتع نفسه وعائلته بالعبادة والتواصل مع الأهل في مدينة القدس والعيش فيها ومع عائلاتها ومع أسرها ومع مؤسساتها، والبعض للأسف استفاد من هذه التصاريح في الذهاب إلى إسرائيل سواء في التنزل على البحر او في يعني المشتريات في الاسواق. معلش خلينا نروح على البحر. مش غلط ان شاء الله بنروح على بحر غزه يعني كمان. هذا جزء من بحر الابيض المتوسط، وكمان فلسطين على البحر شيء اساسي مهم في يافا وفي حيفا، هناك كثير من الاهل اللي بيستقبلوا ايضا. المهم نشتري ونتعامل مع تجارنا ومع محلاتنا التجاريه. اتوقع انه وان كانت هناك فوائد جيده ولكنها غير كافيه. الفوائد الجيدة بلا شك هناك نوع من الارتياح في داخل أسواق البلدة القديمة بالتحديد لمن زاروا البلدة القديمة، وجزئيا في الشوارع المحيطة في البلدة القديمة كباب العمود وشارع صلاح الدين وشارع الزهرة وغيرها، ولكن أنا بقول بأنه هذا حكي غير كافي. نحن من طرفنا لابد من أن نوفر البنية الأساسية لاحتضان هؤلاء الناس. بدنا نحكي عن هذا الموضوع أنه ليش غير كافي وشو هي السياسات اللي ممكن ننتهجها سواء إحنا في الإعلام أو حضراتكم في كرجال أعمال ومستثمرين في المدينة المقدسة، أو هلا نرجع نحكي عن الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس ودورها كيف ممكن تلعب بتطوير وإنجاح الاقتصاد في خاصة في مثل هاي المواسم اللي هي مواسم الأعياد، وهلا جاي علينا كمان شهرين اللي هو عيد الأضحى، ما بدنا نوقع بنفس الفخ، بدنا نحاول نطلع منه. أستاذ حجازي، هناك عدد كبير من الشكاوي من الناس المتسوقين سواء في أسواق البلدة القديمة أو في شارع صلاح الدين أو في القدس بشكل عام، إنه في غلاء أسعار، في التجار مش عمالهم بيراعوا الناس بهذا الشهر الفضيل وفي الأعياد، فبيضطروا يروحوا للمراكز التجارية الإسرائيلية ولا شارع يافا لأنه هو أرخص من المتاجر الفلسطينية الموجودة في القدس. شو رأيك بهذا الموضوع؟ ليش مش عمالنا نتبع مقاييس ومعايير معينة عند التجار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية أنا بشكر البرنامج لاستضافتنا اليوم. أهلا وسهلا. وقبل أني أجاوب على سؤالك، يعني بحب أنه فعلا أوجه كل الشكر لتجارنا في مدينة القدس
علي صلاح الدين اللي فعلا يعني كان له موقف جميل جدا. طبعا مش لازم نذكر نعم. كيف وقفوا لهي المناسبة. وطبعا تجار البلدة القديمة، تجار خان الزيت، تجار سوق العطارين. نعم. ولكن لو سمحتي لي، يعني انت بتقولي انه في ناس كثير قالوا ويقولوا، نعم، ومنهم من حمل التقصير للغرفة التجارية والتقصير على الغرفة التجارية، نعم، والكذا. لكن انا يعني يا حبذا، انا كنت اتمنى لو شغلة او تنتين. لا، الناس العاديين بحملوش الغرفة التجارية، يعني الناس العاديين بهمهم انهم يشتروا بسعر رخيص. انا بحكي بالنسبة للي الناس اللي، نعم، اللي على الطريق وسائل الاعلام. واعتقد انه الاسبوع السابق انت، نعم، استضفتي اخوان من هؤلاء الناس اللي حملوا مسؤولية الوضع الاقتصادي الى الغرفة التجارية. انا كنت اتمنى على الناس هذه انه يدخلوا على الموقع الالكتروني للغرفه التجاريه، اللي يعرفوا شو بتقدم الغرفه التجاريه وشو قدمت خدمات وشو بتعمل، او يعني انه حتى لو زياره الغرفه التجاريه، انه تعالوا يا عمي انتوا شو بتعملوا شو بتخدموا الناس. معلش انا اسمحي لي يعني كنوع من موقعي، يعني اولا الغرفه التجاريه في بتقدم خدمات للاعضاء، وهذه الخدمات أي إنسان ممكن أنه يروح يأخذها من سكرتارية الغرفة التجارية. الخدمات هذه مثل ما أنت شايفة نقاط عديدة، منها الدفاع عن مصالح القطاع الخاص بالقدس، تمثيل القطاع الخاص بالمؤسسات الرسمية والدولية، إصدار شهادات المنشأ، تقديم خدمات للتدريب في مجالات الإدارة والتسويق والإنتاج. عفواً، هي مثل الغرف التجارية الثانية في المدن والمحافظات الأخرى، نعم، اللي بتقدم خدمات للتجار وبنفس الوقت تضع لهم معايير حتى تحمي المستهلك. صحيح. هلا خلينا نحكي التجارية شو عملت. نعم. معلش يعني أنا ما بدي أقعد أحكي عن تاريخ الغرفة التجارية، ولكن خلينا نحكي بجزئية شهر رمضان المبارك والأعياد. يا ستي على راسي، بس معلش أنا بستأذنك بدقيقة. تفضل. يعني الغرفة التجارية مغلقة بأمر من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي منذ 12 عاما. نعم. ورغم المضايقات ورغم الإغلاق ورغم الحصار، ولكن الغرفة التجارية عملت وتعمل وستعمل على خدمة القطاع التجاري في مدينة القدس وخدمة أهل القدس. أنا بس بدي أحكي لك عن إنجاز الغرفة التجارية خلال السنتين اللي فاتوا لغاية اليوم. الخدمات التي قدمت للغرفة، نعم، التجارية كخدمات من الإدارة بإجاز لو سمحت. بإجاز. تفضل. إصدار 1915 بطاقة عضوية، تصاريح لأعضاء حاملين هويات ضفة ساكنين في القدس أصدروا 1178 تصريح. نعم. 383 فيزا لمعارض ومصانع عالمية خارج البلاد. نعم. تصاريح لتسهيل أمور تجارية 7683 تصريح. طلب معلومات، يعني أي تاجر ممكن أنه يجي للغرفة التجارية يطلب معلومات، المصنع، نعم، الفلاني، الخامة الفلانية من وين نجيبها، طلب معلومات 44. نعم. شهادة منشأ وتصدير اللي هو الصناعة الفلسطينية تصدر، نعم، إلى الخارج والدول الأوروبية 381. شهادة عضوية للتعريف بالتاجر أنه كتاجر، نعم، يعني هي كانت تقوم بالأعمال المنظرة لها والخدمات كانت تقدم. كفالات طلابية أو عن عطل وضرر، نعم، 414 كفالة. معاملات، نعم، جواز سفر للحملة الهوية الضفة 526 معاملة. التحكيم التجاري والنزاعات التجارية، احنا، نعم، في عنا تحكيم تجاري ونزاعات تجاريه في الغرفه التجاريه. نعم. ففضينا 80 مشكله كانت قائمه في القدس، و24 قضيه تم شطبها من المحاكم الاسرائيليه كان في قضايا مرفوعه. مجموع، نعم، الخدمات التي قدمت خلال السنه ونص السنتين اللي فاتوا هذول هم 13313 خدمه قدمت، نعم، الى الهيئه، اعضاء الهيئه العامه والى سكان مدينه القدس. هذه الخدمات اللي قدمت عن طريق المكتب. نعم. الغرفه التجاريه تعمل مجال خدماتي ومجال مشاريع. نعم. هلا المشاريع التي قامت فيها هي مشاريع، انا راح ارجع لك تكمل هاي القضيه، بس بدي ارجع للاستاذ مازن. شو هي الخطط اللي ممكن نحطها والسياسات اللي ممكن ننتهجها على مدار السنه، مش بالضروره نستنى مواسم الاعياد وشهر رمضان المبارك، حتى نحافظ على مستوى معين للاقتصاد المقدسي ونحافظ على صمود التجار المقدسيين سواء داخل البلد القديمه او خارجها؟ انا برايي البوابه الاقتصاديه لاجل القدس هي استحقاق علينا جميعا. نعم. من
خلال هذه البوابة الاقتصادية وبانعكاساتها الاجتماعية باستطاعتنا أن نعمل الكثير لتمكين الأهل بالعيش بكرامة والصمود والرباط في مدينة القدس. فالبوابة الاقتصادية بالنسبة لنا تعني الاستثمار وجذب الاستثمارات. البوابة الاقتصادية تعني بالنسبة لنا تعزيز الثقة في هذا الاقتصاد المقدسي وعودته عودة طبيعية إلى الجسم الطبيعي الفلسطيني والعربي والدولي من خلال هذه البوابة الاقتصادية. البوابة الاقتصادية تعني لنا الإسكان والتمكين والاستثمار في الإسكان. البوابة الاقتصادية تعني لنا الاستثمار في الشباب وجيل الشباب والخريجين والخريجات من الجامعات الوطنية والأجنبية. وتعني لنا السياحة بثقافتها وحضارتها وتاريخها وأن تكون هي سياحة عربية وتمثل التاريخ والعراقة والحضارة والثقافة المحلية لنا كمقدسيين. فبالتالي نحن والحمد لله الغرفة التجارية من ناحيتها تعمل كثيرا لأجل هذا. نحن في القدس القابضة أكبر شركة اقتصادية استثمارية اليوم أسست قبل أقل من 3 سنوات، عندنا والحمد لله عشرات من المشاريع التي ستوفر فرص عمل لآلاف من أبناء وبنات المدينة والتي ستعطي لهم الأمل بأن الاستثمار ممكن والاستثمار مجدي. والبوابة الاقتصادية من خلال هذه البوابة هو شيء أساسي ومهم. هناك برنامج تمكين اقتصادي عملنا فيه بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والبنك الإسلامي للتنمية الذي أخرجت لغاية الآن خلال السنة الماضية 200 عائلة مقدسية من حالة الفقر المدقع إلى حالة الاستدامة والعيش بكرامة. وهذا البرنامج يتواصل خلال السنة الحالية والسنة القادمة لإخراج كمان 300 عائلة مقدسية. هناك برامج للتدريب والتكثيف للخريجين من الجامعات بالتعاون ما بين المؤسسة الفلسطينية للتعليم أجل التوظيف والغرفة التجارية ومؤسسة التعاون. برنامج طموح تدريب وتأهيل 1500 خريج وخريجة من أبناء مدينة القدس في سنة 2013 و2014 ودمجهم في سوق العمل المقدسي. فهذه كلها برامج طموحة. نحن في القدس بحاجة لحوار دافئ داخلي. نحن بحاجة لمرجعية أهلية اقتصادية اجتماعية قادرة على تحمل هذه المسؤولية. نحن كفانا التعامل مع القدس بالريموت كنترول مع احترامي لرام الله وأهلنا والقيادة في رام الله أو التعامل معها من مناطق عربية ودولية أخرى. نحن بحاجة لحي بث حي مباشر كما هو هذا البرنامج العظيم بإدارتك وزملائك في برنامج صباح الخير يا قدس. فنعم نحن بحاجة لتمكين أهل القدس والناس الصادقين والملتزمين والذي عندهم التجربة والخبرة والرؤية الصحيحة والصادقة أن يكون لهم دور أساسي في متابعة هذه البرامج وتنفيذ هذه الرؤى لكي تكون فعلا هي قادرة أن تنعكس انعكاسا إيجابيا بتمكين الناس من العيش بكرامة وأن القدس هي جزء أساسي من فلسطين والقضية الفلسطينية. أنا وإحنا كلنا نذكر أخت ماي أنه القدس كانت متقدمة عن رام الله يمكن 15 سنة. القدس كانت متقدمة واحترامي لأهلنا في عمان 10 سنوات قبل 67. اليوم للأسف القدس هي تأتي خلف عمان 20 سنة وخلف رام الله 15 سنة، وهذا غير ممكن وغير مقبول لأنه يوجد قدس واحدة في العالم وهذه القدس هي يجب معاملتها هي العاصمة ويجب أن نتعامل أهلها بأنهم سكان عاصمة. بمعنى إذا أنا بدي أتعامل بأني جزء من مدينة هي عاصمة فمعنات علي مسؤولية. علي أن أكون واضح، أكون مهني، أكون صادق، أكون شفاف، أكون ملتزم، تكون أجندتي واضحة وتكون مرجعياتي واضحة ورؤيتي صائبة وأعمل مع الجميع بكل أريحية. إن شاء الله يتحقق هذا الموضوع. سيد حجازي باختصار شديد بدي جزئية نتحدث فيها عن دور الغرفة التجارية بوضع معايير مشددة على تجار البلد القديم. أنتوا عمالكم أو على تجار القدس طبعا، أنتوا عمالكم تقدموا خدمات لهم في حل النزاعات بالتسجيل بالتصاريح وغيرها من هاي الخدمات، ولكن بدنا كمان إحنا معايير حتى تشجع المستهلك المقدسي وغير المقدسي لأنه ينزل ويتسوق من أسواق القدس. يا سيدتي احنا اولا على اتصال مستمر ودائم مع تجارنا في القدس والبلد القديمه ومحافظه القدس الجغرافيه. وحقيقه الامر انه الناس بتعتقد انه هناك فرق شاسع ما بين السعر في مدينه القدس والمناطق الاسرائيليه. هي مش قضيه السعر، قضيه كميه المشتريات التي يقوم بها المجمعات التجارية الإسرائيلية. هي سلة المشتريات أكبر أكبر بكثير، وهذا مما يعطيها امتياز بنسبة الخصم الأكبر.
أماكن الأماكن اللي الموجودة في القدس الغربية هي أماكن مريحة للمستهلك الفلسطيني، بحيث أنه بيروح بصف سيارته في موقع نعم. سيارات بأريحية، ما بصف في شارع صلاح الدين نعم. وبرجع بلاقي عليها مخالفة ب100 شيكل أو ب250 شيكل نعم. بالإضافة أنه بيدخل على سوق مكيف وبدخل على سوق معروضة فيه البضائع بأريحية وبشوفها وبيختارها بأريحية. هاي القضية هي تقريبا اللي بتخلي هلا في قضية كمان انه المحلات الإسرائيلية انه تقبل كروت الائتمان الفيزا كارت والإسرا كارت والشغلات هاي، انه ممكن تشتري شغلة ممكن تشتري شغلة ب100 شيكل وهذه تقسطيها على 10 أقساط نعم. وهذا الكلام يعني ما مش موجود في الأسواق العربية نعم. ونسبة كبيرة من المستهلكين والمتسوقين في مدينة القدس يعملون في لدى الجانب الإسرائيلي نعم. ولا لديهم حسابات بنكية ولديهم هذه الكروت. هذا السبب الأقوى، ولكن نحن على اتصال دائم بالتجار. التجار في تجار إنهم بحطوا الحد الأدنى من الربح نعم. هامش ربح بسيط جدا، ولكن للأسف الشديد إنه هناك يعني ناس حكيت لك انه نعم. الامتيازات والاغراءات ان شاء الله تكون وصلت هاي الصوره حتى للمستهلك الفلسطيني والمقدسي بشكل خاص. استاذ مازن كنت تحكي كلمه صغيره قبل لقائنا. صحيح، احنا بدانا في وقريبا سترى النور اشهار مبادره اقتصاديه اجتماعيه عظيمه لاجل القدس نعم. تصوري هذه البلده القديمه اللي هي 900 دنم، فيها سور البلدة القديمة العظيم، فيها 7 بوابات يدخل ويخرج منها الناس، فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة نعم. القيامة، وفيها 1600 محل تجاري، وفيها 38 ألف عربي ساكن في هذه المدينة. هذا أكبر وأقدم مول في العالم نعم. بدأنا في هذه المبادرة الاقتصادية لكي نقول للعالم إذا لن تستطع أن تأتي للقدس سنحتل القدس عليك عبر التكنولوجيا. وهذا برنامج بدأنا نعمله ما بين القدس القابضة والغرفة التجارية وأيضا جامعة إمبريال في لندن، وهذا البرنامج سيرى النور وسيدعم اقتصاد البلدة القديمة بطريقة تكنولوجية عصرية وسيظهرها بطريقة مميزة واستثنائية إن شاء الله مع بداية العام القادم. إن شاء الله، ورح نستضيفكم بداية العام القادم لنحكي عن كيف. أنا بدي أستأذنك أستاذ حجازي، وقتنا انتهى وفي كتير فقرات باقية ورح نستضيفك في أوقات لاحقة ونحكي بالتفاصيل أكثر. بعرف لأنه الوقت مش دائما بسعفنا. سيد مازن نقرط رجل الأعمال والمستثمر المقدسي، سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. وسيد حجازي الرشق عضو من مجلس الإدارة في الغرفة التجارية في مدينة القدس، يعطيكم ألف عافية ويسعد صباحكم. شكرا نهارك سعيد. هلا مشاهدينا، سننتقل إلى فاصل قصير لنتابع باقي مشوارنا، ابقوا معنا.